وأما ما سنتحدث عنه في هذا الدرس لمفهوم الرقابة كمصطلح تربوي، فدعني أقص لكم قصتان. القصة الأولى أخذناها، وكل القصتين أخذناها أو درسناها أيام دراستنا في المراحل الإعدادية والمرحلة الابتدائية سابقا. منها القصة الأولى أن معلما أراد أن يختبر نباهة أبنائه تلاميذه، فوزع لكل واحد منهم مبلغا، أعطى كل واحد منهم مبلغا من المال، فطلب منهم أن يخفوه في مكان لا يعلمه أحد، لا يراه أحد. فكل واحد منهم فعل ما أمر به، أخفوه في فناء، بعضهم في فناء المدرسة، وبعضهم في يعني في الغرفة الصف، وهكذا. خلا واحد من هؤلاء الطلبة عاد والنقود في يديه، فاستعجب أو تعجب أقرانه من ذلك، لما لم يخفي؟ قالوا لقد عصيت معلمك. فسكت الطفل، فسألهم المعلم: أفعلتم ما أمرتكم به؟ قالوا نعم. قال: أنا ما خلا ما عدا هذا؟ قال: أنا لم أفعل يا أستاذ. لما لم تفعل؟ قال: أمرتني أن أضع النقود في مكان لا يراه أحد، وأنا لم أجد هذا المكان. قالوا: لما؟ قال: علمت أن الله تعالى رقيب مطلع على كل شيء، فما وجدت أن أخفي هذا المكان. فيعني عززه هذا الطالب وشجعه وقال: هكذا أن أريد أن أوصل المعلومة إليكم. هذه القصة الأولى. القصة الثانية أيضا درسناها وأخذتموها أيضا أو قرأتموها، ما كان في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه، وكان يتعسس بالليل ويتفقد أحوال الناس ويرقبهم ويراقبهم ويرقب حاجاتهم ويراقب أحوالهم. فذات ليلة وهو يتعسس أو يتحسس، إذا ببيت لبائعة لبن ولديها طفلة أو فتاة في عمر يناهز الزهور، فتقول لها الأم في أنصاف الليالي: يعني اخلط اللبن بالماء حتى يصبح يعني ذو كثرة ويصبح رائبا في الصباح فنبيعه. قالت: ولكن أمير المؤمنين عمر نهانا أن نفعل ذلك، فكيف نفعل؟ قالت لها الفتاة يعني الأم، قالت لابنتها: وأين نحن من عمر الآن؟ نحن في أنصاف الليالي، ما بقى من الفجر إلا القليل. قالت: إذا كان عمر لا يرانا فإن الله يرانا. فالحالة الأولى لفتى والحالة الثانية لفتاة، هذه من تربية يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تربية إسلامية ينبغي أن نغرسها. فهم استخدموا بمعنى اسم الرقيب لله سبحانه وتعالى، وظفوه توظيف صحيح في سلوكهم وفي مبادئهم. علموا أن الله تعالى مطلع ومراقب وعالم بكل أحوالهم، فلذلك كان اسم الرقيب على أنفسهم وقع شديد في تصرفاتهم وفي أحوالهم. هكذا نحن نريد في أنفسنا وفي أبنائنا وفي أجيالنا القادمة بإذن الله تبارك وتعالى، أن يكون لنا حظ من هذا الاسم المبارك العظيم، خاصة في هذا الزمان الذي تتقاذفنا فيه أمواج الفتن يمنة ويسرى، وأصبحت سفينة النجاة التي نستقلها على مهب يعني إعصار عاصف يكاد يقتلعها اقتلاعا من طريقها القويمة الذي يريد الله سبحانه وتعالى لها كي يوصلها إلى النجاة، إلى مرافق النجاة.
لكن هذه التيارات في هذا العالم تيارات متلاطمة، وأصبحت الفتن كظلمات الليل يعني مدلهمة لا تكاد تميز يعني أمرا من أمر، وأصبح اللبيب حيرانا، وأصبح العاقل يعني لا يعرف أهو على طريق صحيح أم أنه زاغ وانحرف والعياذ بالله تعالى. وأصبح القابض في هذا الزمان، أصبح القابض على دينه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي زمان يكون فيه القابض على دينه كالقابض على جمرة من النار. تصور إنسان يعني قابض جمرة من النار تحرقه ما قادر يقلبها كذا، أصبح يعني صاحب الدين في هذا الزمان هكذا يعني. فلولا رقابة الله سبحانه وتعالى تكاد تنفلت الأمور، ما ينبغي أن نغرسه في هذا. ولذلك حذرنا من النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الفتن، فقال ستكون من بعد فتن كقطع الليل المظلم. قيل وما المخلص منها يا رسول الله؟ الصحابة يعتقدون أنها كان يعني ستكون يعني في زمنهم، مباشرة بادر النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال وما المخلص منها يا رسول الله؟ قال عليكم بكتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل وليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين ونوره المبين والصراط المستقيم، وهو لا يخلق على كثرة الرد، وهو ما إن سمعته الجن إلا أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، من قال قوله صدق، ومن حكم به عدل، ومن سار على نهجه هدي إلى طريق المستقيم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الزمان الذي نحن فيه فتن متلاطمة، فلا بد أن نتحرى أين نضع أقدامنا في هذه الطريق الشائك، ولا بد أن نتحرى أين يضع أبناؤنا أعينهم وآذانهم وقلوبهم وأفئدتهم في هذا الخضم المتلاطم، حتى ننجو جميعا ولا نكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن قوم استهموا سفينة، ركبوا على سفينة فكان أعلاهم بعضهم في الأعلى وبعضهم في الأسفل، وكان الذين هم وكان الماء العذب يقع في 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 يعني في أسفل السفينة طابق السفلي، وكان أصحاب الطابق العلوي الذين هم في الأعلى كلما أرادوا أن يشربوا ماء ينزلوا فيستقون ويرجعون. فقال قائلهم يعني نحن كلما أردنا أن نشرب ننزل لعلنا نؤذي يعني من هم في قعر السفينة نؤذيهم. قالوا ما الحل؟ قال الحل ماشي غير أن نثقب ثقب من أعلى السفينة لين الأسفل، فلو تركوهم هلكوا جميعا يغرقوا. كيف تثقب في السفينة ولو أخذوا بأيديهم نجوا جميعا؟ هذه أحوالنا، أحوال العالم الإسلامي في هذا العصر كمستقلين هذه السفينة، كالمستهمين في هذه السفينة. لو ترك يعني أصحاب الأهواء وأصحاب الزيغ والذين يتقاذفهم الشيطان بمكره وخداعه ويزين لهم الأحوال يعني لفسدت السماوات والأرض، لفسدت السماوات، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ما يجي الفساد العياذ بالله تعالى، حاشا لله تعالى، إن الله تعالى لا ينسب له الفساد أبدا، لكن بأفعال العباد ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فتغيرت الأحوال، حتى القوانين التي خلقها الله سبحانه وتعالى لسيرورة هذه الحياة ولصيروريتها واستمرارها عبث فيها الناس يعني، فتبدلت الأحوال وتغيرت الأمور، وأصبحت الضوضاء السمعية والضوضاء يعني البصرية والتشتتات وإلى غير ذلك مما اقترف الإنسان وجنى على نفسه. لكن الأخطر أننا نؤتى من قبل هذه المكتشفات وهذه المخترعات، نؤتى في ديننا ونؤتى في أجيالنا وفي قيمنا وفي مبادئنا. فكثير من شبابنا اليوم أصبح لديهم هذه التقانة وهذه المنصات التي يدخلونها، يعني أصبح أبناؤنا والعالم كله في كف عفريت،
بضغطة زر على الكف وعلى هذه الهواتف بين قوسين الذكية أصبحت يعني تأتيك بالغث والسمين، بالغث والثمين وبالهزيل والسمين، كل شيء تريده يجيك، صادقه من كاذبه وسليمه من سقيمه ومعوجه من مستقيمه، كل شيء تريده في شتى أنواع الحياة. ودخلوا لهذا الجيل من باب اللعب، ودنست المقدسات من باب اللعب، وأنتم قرأتم وسمعتم ما كان في الأشهر الماضية أو في السنوات الأخيرة من بعض الألعاب التي لا نسميها، يعني ما يهمنا احنا هذه الأسماء ما مسمياتها، يعني لكن يهمنا ما تحتويه من ثقافات يعني تدنس هذه القيم والمبادئ وهذه العقيدة، كالببجي على سبيل المثال وفورتنايت وغيرها من الألعاب اللي يعرفوها أبنائنا ما شاء الله عليهم. فكانت هذه الألعاب تنتقل من مرحلة إلى مرحلة، من مرحلة إلى مرحلة، لما تعرف بالليفلات، ليفل مستوى، من مستوى إلى مستوى. ففي كل مستوى حتى يعني يقتحمه أو يجتازه هذا اللاعب الصغير لابد أن يفعل شيئا، مر يعني في حرق المسجد المصحف، ومر في هدم يعني عبادة صنم، ومر في كذا وكذا وغيره، وتكلم الناس عنها كثير. لكن الخطورة هنا، لماذا وقعنا في هذا الشرك الذي نصب لنا؟ نحن السبب كمسلمين، نحن السبب. هذه البرمجيات أصلها العلماء العرب المسلمين، هذه البرمجيات الإلكترونية هي أثناء الرقمنة بالصفر والواحد، واخترع هذه الرقمنة العالم الإسلامي الخوارزمي. فهذه البرمجيات تستخدم الخوارزميات، صح ولا لا؟ من مخترعها؟ مخترعها الخوارزمي، لكن وظفت بطريقة للأسف الشديد، حق لنا نحن العرب والمسلمين أن نوظفها فيما يخدم هذا الدين وما يخدم هذا النشأ وما يخدم ديننا. كثير من الناس في العالم لا يعلمون عن الإسلام شيئا إلا ما يقال لهم من طرف غير مسلم، فينقلون لهم صورة هذا المسلم المستقيم على أنه إما إرهابي وأنه متخلف وأنه متحجر وعلى أنه يعني عايش في العصور الوسطى وعلى أنه كذا وكذا، ودور عبادتهم المساجد والمصليات على أن كأنها كنائس مهجورة تمتلئ بالرطوبة وتمتلئ بالعناكب، وديانتهم ملأة بالشعوذات وبالأساطير وما شابه ذلك. فجنت على نفسها براقش، نحن سبب ذلك، لماذا لم نظهر صورة الإسلام وصورة العقيدة التي نتعامل معها في سلوك جميل، ولم نوظف هذه التقانة، هذه النعمة التي أنعم الله تعالى علينا بها ليعلمها. فلذلك كثير من الناس في العالم حينما يطلع على الإسلام على حقيقته ويتعامل مع مجريات الحياة ويأتلف ويألف مع يعني أقرانه من المسلمين، يجد على عكس ذلك، يجد القيم، يجد الأخلاق، يجد خاصة هنا في عمان بحمد الله وفضله، وهذا يعني من محاسن أخلاق أهل عمان. الدين الإسلامي الذي نشروه أهل عمان وصل إلى الكونغو، إلى زائير، وإلى إلى إلى تنجانيكا وغيرها، يعني بل وصل إلى كانتون بالصين. جنرال الأخلاق الحميدة أبو عبيدة القاسم الصغير بن القاسم الصغير يعني لقب يعني بجنرال الأخلاق الحميدة، وهو تاجر عماني، وهذا ما تثبته الأبحاث في الجامعات الصينية، بل وتتحدث به يعني الجهات الرسمية يعني السفيرة الصين في السلطنة من فترة في ندوة تحدثت عن ذلك، وعلى أن أهل عمان لهم فضل في نشر الإسلام، وكانت لهم دور يعني، وكانت بقاياهم يعني أصولهم يعني في قرية في شنغهاي أو في كانتون أيضا موجودة.